إذن كان ختام شباكنا الفني من غزة. أما الآن فموعدنا مع الزميلة دينا طارق وشباك الماضي واليوم، سنستكمل الحديث عن أفلام الكرتون. أهلا بك يا دينا. أهلا أحمد. نعم أحمد، موضوعنا اليوم عن أفلام الكرتون للمرة الثانية، فحلقة واحدة لم تكن تكفي لتناول عالم الكرتون بين المسلسلات والأفلام والعديد من الذكريات الجميلة. نشاهد التقرير ثم نبدأ نقشنا يا أحمد. أنا متشوق جدا. على مدخل هذه القلعة يبدأ عالم الأحلام، حيث تدب الحياة في تلك الشخصيات لنقضي معها أوقاتا من المرح. هكونا متاتا، حجم نغمها لذيذ. هكونا متاتا، ارمي المظل يغيظ. فمن قلب الأحراش يطل الثنائي تيمون وبومبا، اللذان يعيشان حياة لا يهتمان فيها بالماضي، وهي فلسفتهما التي خلدها فيلم الأسد الملك. خليك مكانك، تعال يا جين بسرعة. وفي ركن آخر من الغابة، ها هو طرزان يقفز بخفة بين الأشجار، إلى أن التقى بجين، تلك الفتاة الفاتنة التي علمته معنى أن يكون إنسانا. كابتن مارك. سيداتي، أنا هرجع للسفينة دلوقتي، استمتعوا بزيارتكم. وإذا خلفنا الغابة وراءنا، التقينا على الدين، ذلك الشاب الفقير الذي وقع في غرام الأميرة ياسمينة. اللي مكتوب لك هتاخده. اللي مكتوب لك. ومن أجواء ألف ليلة وليلة إلى فرنسا، حيث التقت الجميلة بالوحش الذي عليه أن يتعلم معنى الحب ليتخلص من أثر التعويذة السحرية. نفسي أعمل حاجة عشانها. أشكركم، أشكركم جميعا، أشكركم على جميل ترحيبكم. قولي الزرار ده بيعمل إيه؟ خد بالك، باز يطير المنقذ. ايه يعني مهودي كده بس بيشتغل بالدبار. اما هناك في غرفة الطفل اندي، يتربع وودي وباز يطير، لعبتان من العابه التي لا يعلم ان الروح تدب فيها بمجرد ان يلتفت بالنظر بعيدا عنها. انا بحمل مجرة من تهديد غزو الامبراطور زورج، العدو اللدود للحلف الكوكبي. يلا يلا امشي ورا صوتي تكسب، ما تبصش. مارد، فتح عينيك. تدا، ايه رايك؟ انت غيرت عربيتك ليه؟ وقد فتح هذا الثنائي الباب للعديد من الشخصيات التي جاءت بعدهما، كمارد وشوشني وشلبي سلوفان في شركة المرعبين المحدودة، ونيمو ودوري في البحث عن نيمو وغيرهم. ايه انت بتعمل ايه؟ ضاع مني القناع. ليه؟ وقع منك؟ وقع منك، كانت الفرصة الوحيدة عشان الاقي ابني وراح. ده انت اتجننت يا اريال. كما تميزت هذه الافلام باغانيها الشهيرة التي لا تزال موسيقاها وكلماتها تتردد على ألسنتنا حتى اليوم. الدبدوب موهوب في العسل، بيملى بطنه احلى حاجات. وهنا يصل قطارنا محطته الأخيرة، ويحين موعد مغادرة ذلك العالم الخلاب الذي سيبقى دوما ركنا أساسيا من ذاكرتنا وجزءا أصيلا من ماضينا. يعني دائما ذكريات جميلة، نعود إلى الوراء، يعني ليس كثيرا، نعود إلى الحنين، ذكريات جميلة. نتوقف عند هذا. والجميل بهذه الأفلام دينا بأنها كانت تعطي طابع خاص، تعلمنا الأخلاق، تعلم المبادئ، تعلم القيم، يعني تربينا على هذا الموضوع. كان هناك كثير من الرسائل، إذا كنا نتذكر الأسد الملك، قوة تحمله وكيفية أن يدافع عن أهله، أرضه، أهمية الوطن،
مسلسل لا بعتذر فيلم بوكهانتس فكرة العنصرية صحيح. وأننا من الضروري أن نتوقف عن هذه النظرة. رسائل بسيطة يعني ترسل إلى عقل الطفل بدون مباشرة وبدون كأنه ولي الأمر. هذا كان الجميل يعني بأنها كانت أفلام كرتون مبسطة وبنفس الوقت كان فيها رسائل موجهة وكانت هادفة. يعني هذا الشيء الجميل. الآن اختلفت كثيرا موضوع الأفلام كرتون، ولذلك تبقى هذه الأفلام الكرتون راسخة في يعني أعتقد في قلوبنا وحتى عقولنا، لأننا من خلال سنوات طويلة نحفظ صحيح. حتى الأغاني تبعها. صح مظبوط. يعني صوتي مش حلو أنا أغني. مظبوط أحمد، إذا بدأت أتحدث عن ذكرياتي لن أتوقف، لذا دعني أبدأ بسؤالك عن أهم وأفضل المسلسلات التي كانت محببة إلى قلبك. كتير يعني كتير كان في أفلام، كان في ساسوكي، كان في قصص، مجموعة من القصص لا أتذكر ما كان الاسم، لكن هذه القصص كانت رائعة جدا، تطرح دائما أفكار، تطرح بعض القصص، حتى من ضمنها كانت دائما الجميلة والوحش. يعني هذه من ضمن القصص، كانت ذو الأذرع الطويلة شيء يمكن أحد هذه الشغلات. أحمد دعنا نستوقف لنسمع رأي الشارع الجزائري ونستعرض أهم ذكرياتهم. جميل. دعنا نشاهد. كاين كثير، كاين رسومات كثيرة نشوف لهم، لأنه كنا غير نخرج من المدرسة ديريكتومون، يعني ديريكتومون نروحوا نتفرجوا سينو كابتن ماجد ولا جونغار، ولا كاين سيمبا، كاين هذو كنا نحبوا نتبعوهم. شو كيما شغل احنا عندنا كيما المسلسلات، يعني كنت نشوف ريمي، ساندي بارد، جونغار، غرانديزار، بشار، هذو كانوا بزاف يعطونا واحد الدروس، ماشي كيما دوكا العنف. و دركا مازالني ندخل الانترنت ونشوف ريمي، منين ذاك ريمي، منين ذاك بشار، كانوا يعجبوني بزاف. راني شافيه كي الحلقه الاخيره تاع جونغار كنت نبكي. سينان، شفا على سينان برك، والاغنيه تاعو الهايله كاع، سينان ويا سينان، هذا هو سينان اللي نحبو اللي يشفع. كنت نشوف غرين دايزر، كنت نشوف كاين تميكي حميدو، هادو هما اللي نجم نشفع عليهم، وزينه ونحول. كنا نشوفوا رسوم متحركه هايدي اون فرونسي، ثاني باللغه الفرنسيه كنا نشوفهم، وكانت واش كان يعجبني فيهم سيتي بلوس ايدوكاتيف، حاجه تربويه وعندها دائما معنى البعد، معناها كان عندها معنى بعيد يختلف على رسوم متحركه اللي دركا راهي يقدموها. يعني دينا هذا ما تحدثنا عنه هو أهداف تربوية، حتى يعني شاهدنا الكثير من الأشخاص يتحدث، حتى حافظون لموضوع الأغاني والجمل. على سيرة الجمل، بالنسبة لي كان أقرب الأفلام المحببة إلي كان فيلم تيموم وبومبا. الشخصيات بالذات في جملة لغاية دلوقتي بفتكرها، تيمون كان بيقول إيه، دودة معتبرة وملزلزة بس تملى التانك. وفي شركة المرعبين المحدودة كمان كان في الموضوع ده ما يتكررش، أنا حطك في دماغي وبرقبك وهرقبك. والله بتنفعي لها أنفع في الدبلجة. في وضع الأصوات، في وضع الأصوات. الأداء الصوتي كمان ليه تأثير بأن احنا لغاية دلوقتي بنحفظها. الفنان محمد هنيدي، هالة فاخر، كتير أثروا فينا. أحمد خلينا نسمع رأي المشاهدين للتلفزيون العربي على أهم ذكرياتهم لأفلام الكرتون والمسلسلات. طيب حلو. هنبدأ أول حاجة بمندولين عتيق، كانت بتقول هي عالمنا الجميل، كنت متعلقة جدا بها، يأتي وقت المغرب وتعرض فيه، ندخل كلنا أنا وأخواتي وأبناء العائلة نشاهد عدنان ولينا، وافتح يا سمسم، الشجعان الثلاثة، بونينا، فتاة المراعي، بابييرو، أوسكار، ماركرو، المناهل، سالي، حكايات عالمية، طمطم، بيل وسيستيان، فلونا، ولحن الحياة. وبتختتم ماندولين وبتقول قول الزمان ارجع عليها زمان. واضح ان ماندولين كانت من عشاق مسلسلات، يبدو انه ماندولين واخواتها كان ما عندهم شغلة مسلسلات الكرتون. كريم بيقول انا والله غير اثرت فيا بزاف حكاية جودي، نهار تفرجتها كي هربت ورحت من قريتها الى مكان اخر، وكأنها حقيقة، وتقريبا كل من شاهدها حزن، شكون لي حزني فيكم. بحاول عم اقرب باللهجة بس اكيد سامحوني اذا غلط. اخر واحدة نينا انثال بتقول
كنت نموت على طمطوم حتى أني تمنيت نعيش معهم. طفولة لا تعوض. صدقت نينا بأنها فعلا طفولة لا تعوض. يعني فعلا هي طفولة لا تعوض. وعن جد شكرا لك دينا، يعني خليتينا نرجع كثير لأيام زمان ونتذكر هذه الأفلام الجميلة فعلا اللي كان منها كلها هادف وكلها حكم ورسائل. صحيح. شكرا لك كثير دينا على هذه على هذا التقرير وعلى هذا التقديم. شكرا لك. شكرا لك.